عام 571 من الميلاد، ذلك العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي وجيشه مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة. لكن العالم في هذا العام كان على موعد مع ميلاد خير من وتأثر، محمد بن عبد الله. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 22 من شهر إبريل من عام 571 من الميلاد، وقد صادف ميلاده الشريف يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم ميلاده بصيام يوم الاثنين، لكن ما الذي جد على الاحتفال بهذا اليوم بعد وفاة النبي؟ بات المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية يحتفلون بهذا اليوم، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي ويقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد. تلك الحلوى التي تنتشر في الدول الإسلامية وخاصة مصر في مناسبة المولد النبوي، وهي نوع من الحلوى أدخلها الفاطميون وساعدوا في نشرها كنوع من التقرب السياسي من المصريين. ويعتبر الفاطميون هم أول من احتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، واقتصر الاحتفال في الدولة الفاطمية على عمل الحلوى وتوزيع الصدقات. أما الاحتفال الرسمي فكان يتمثل في موكب قاضي القضاء، حيث تحمل صواني الحلوى ويتجه الجميع إلى الجامع الأزهر، ثم إلى قصر الخليفة حيث تلقى الخطب ويدعى للخليفة، ثم ينصرف الجميع إلى دورهم. وفي عهد الخلافة العثمانية كان موكب السلطان يسير إلى المسجد، حيث يبدأ الاحتفال بقراءة القرآن، وتنتظم حلقات الذكر والإنشاد، وترتفع الأصوات بالصلاة على النبي. وأيما كانت طريقة الاحتفال، سيظل هذا اليوم ذا مكانة خاصة في قلوبنا، ففيه ولد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله ربه لنشر الخير والهدى بين العالمين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتشوف الحلقات اللي قبل كده، وتسيب لنا آراءك في الكومنتات. بتحبوا السمسمية؟